هل تعلم انه كونك على حق في هالشي ما بيستوجب ابدا انه تقعد تصرخ وتحكي بصوت عالي لتبين انه انت على حق؟ والله شكلك لا تعلم. كمان هل تعلم انه كونك على حق في هالشي ما بيبرر ابدا انك تتكلم بقلة ادب مع الناس وانك تستخدم اسوأ الاخلاق؟ والله كمان شكلك لا تعلم. طب هل تعلم كمان انه كونك على حق في هالشي ما بيستوجب انك تحكي مع الناس كانك ساكن ببرج عاجي؟ اذا بدهم يحكوا معك بدهم يرفعوا راسه لفوق، انزل شوي خلينا نحكي معك، انزل شوي من البرج اللي انت فيه. لا، والمشكله انك بتفكر حالك انه عم تصدع بالحق بسوء الادب اللي انت فيه. تصدع بالحق ما معناته سوء الادب، ما معناته انك تنفر الناس من الدين. اللي قال فاصدع بما تؤمر هو نفسه اللي قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كانوا فضوا من حول النبي صلى الله عليه وسلم، مش حينفضوا من حولك. المشكله انه اسلوبك ما حيخلي الناس تكرهك لك بس، ولا تكره المشايخ ورجال الدين، لا، المشكله انه حيكره الدين ذات نفسه والحق اللي معك. فبالله عليك خفف وارحم الناس واقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الناس للحق.